كنا بغيت نعملوا الانترفيو سور لا كروازيت، لكن كاين الريح، كاين بزاف ديال لي زانفيتي لو فيستيفال، اون سانفيت شي نو الستوند ماروكان سي تو فو تما نعملوا الانترفيو. يلا مرحبا بك في الاف بي ام، انفيتي سبيسيال في هذا اللقاء الخاص هنا في كان، في مهرجان كان، في الجناح المغربي. مرحبا بك نبيل عيوش. الله يبارك فيك. واخا من البدايه نبيل، نبغي نعرف في هذه اللحظه هذه، واش انت فرحان، خايف، او لم توتر، او لا هو خليط من الاحاسيس قبل ما تواجه هذا الجمهور الكبير وواحد لجنة التحكيم اللي كيرأسها سبايك لي في المسابقة الرسمية؟ شوية من كل شيء صراحة. فرحة تبعة الحال، وفخور على البلاد، فخور على السينما المغربي، على الفرقة ديال فيلان ممثلين. أول مرة غادي يجيو لكان، تقريبا 100% ديالهم ديال ليكيب، وفي نفس الوقت اختاريت نكون كالم لحقاش لا وي زين، لا بريسيون كبيره بزاف، راك انت عارف كل شيء، مي اختاريت هذا العام ناخذ هذاك الشيء كيف ما هو، كيف غيجي. نبيل، انت كتعرف مزيان المهرجان ديال كانو، وحتى هو بالمنظمين ديالو كيعرفوك مزيان، مريتي من قبل بالفيلم ديال يا خير الله في ان سيرتان روغار، وبالزين اللي فيك مارش لوب في لا كانزين دي رياليزاتور. دابا باش نكونوا متفاهمين، هذا دابا كلام اخر، المسابقه الرسميه. قبل منك قدم جاكوديا وعلي اصغر فرهادي وشامبين وويز اندرسون وناني موريتي والبقيه قدموا الافلام ديالهم. كنظن بان حضورك في كان من قبل كان حاجه، ودابا من بعد ما يمر علي صوتك في المسابقه الرسميه غتكون حاجه اخرى كنظن. عرفتي انا بحال واحد الولد صغير اللي هذه سنين وكيدوس في الزنقه قدام هذا المحل، في الحوايج زوينين وكيشوفهم من برا، واليوم راني رحنا داخلين المحل، يعني وسط المحل ووسط هذوك المخرجين اللي دويتي عليهم دابا، اللي هما شي مخرجين اللي كنشوفوا الافلام ديالهم من شحال هادي، و شي حاجه هادي 30 عام دابا وكندير السينما، وبحال الا بديت اليوم. شحال اللي في الدنيا السوارج حيت نتوما بوحدكم اللي غتعرفوا تهضروا على راسكم. قولوهم عليوا صوتكم. نبيل، علي صوتك اوي فور. قبل ما نتكلم انا، نبغي نعرف منك انت مول الفيلم، شنو في نظرك اللي خلى لجنه الانتقاء اللي كانوا عندها مئات الافلام او بالاحرى الاف الافلام تختاروا في المسابقه الرسميه في لا كومبيتيسيون اوفيسيال؟ شنو اللي كاين في هذا الفيلم هذا وما كانش فيه خير الله وفي الزين اللي فيك في نظرك انت؟ صعيب ليا نجاوبك، لحقاش ماشي انا اللي كنختار الافلام. كيف قلتي كاينه واحد اللجنه ولي كريتير ديالهم اي سون سكري، باسكو غير هما اللي يقدروا يعذروا على الاسباب اللي كيخليهم يختاروا واحد الفيلم وما كيختاروش واحد الفيلم اخر. مي وسط دوك الالاف ديال الفيلم، تقريبا هذا العام 2300 اللي شافوا، بالنسبه ليا كيقلبوا على واحد لا بروبوزيسيون اللي هي اوريجينال، واحد الطريقه ديال السينما اللي ما عمر شافوا. وهذا الفيلم سي سون كا، سيتادير كو اللي عنده ما يقول، الطريقه كيفاش كنقولها بالنسبه ليا قاسو، سي دي سينيفيل افون تو، اللي كيهمهم هو السينما، من غير السينما ما كيدخلوا في حتى حاجه. Et j'en suis évidemment j'en suis touché, j'en suis heureux. Scolaire, ce que tu dis. Là, je vais d'abord faire un marketing. 1, 2, 3.
يمشي يدرس الراب بزاف ما تنسى من ديك الجرأة باش يراب قدام. انتوما عندكم هاد الجرأة من زمان. فاللي صوتك كتتكلم على فئة من الشباب المغاربة، أمثلة ديال شباب وشابات بحال أمينة اللي كتشوف بأن الأسرة والمجتمع ما كيتقبلوش أن ولادهم يكونوا كيبغيو مثلا ثقافة ديال الهيب هوب، أو باختصار كتبغي تقول بأنهم كاين واحد الفئة كيخافوا من الفن. ما خفتيش أنا بأن المتلقي يقول مرة أخرى بأن نبيل عيوش كيدير أحكام جاهزة وكيمرر كليشيهات على فئة من المجتمع؟ لا، ملي كان جا شي فيلم كنفكر غير في هذاك الشيء اللي بغيت نقول، هذاك الشيء اللي كيهمني من غير هذاك الشيء ما كندخلش في شي حاجه اخرى. وهذا الفيلم هو قريب بزاف من الطفوله ديالي انا ويف سارسيل في الناحيه ديال باريس. ملي كنت صغير كنت كنمشي لواحد المركز الثقافي اللي هو كيشبه بزاف النجوم سيدي مومن، في سيدي مومن فين صوت لهذا الفيلم. وتما فين تعلمت نشوف العالم، تما فين حليت البيبان اللي كيخليوني نشوف العالم ونفهم العالم وشكون انا على كبنادم. وملي مشيت في هذا المركز مورا 20 عام ولا 30 عام سيدي مومن، شفت هذوك الشباب اللي كيعيشوا نفس لي بروبليماتيك اللي كان كنعيش ملي كنت صغير، وشنو عندهم يقولوا بالنسبه للعائله، بالنسبه للمجتمع، بالنسبه لشي مجموعه ديال المواضيع. شفت راسي في نفس لا بلاص نفس لا بوزيسيون ملي كنت صغير. دونك سي فريمون هاد الموضوع سي بروبابلمون مون فيلم لو بلو بيرسونيل لو بلو اوتوبيوغرافيك في الافلام كلهم اللي دير. اي سي بور سا جو كخوا كو شوي تخيز ايمو باسكو دون سيرتان مانيير بحال الا هاد الفيلم كيعاود القصه ديال هذاك الشيء كلشي اللي دوزت من هادي دابا تقريبا 40 عام. انت كتعرف اكثر مني بان كل فيلم كيكون فيه وطبعا كل فيلم كيكون جانب شخصي حاضر بنسبة أو بأخرى. أنت في الصغر ديالك كما قلتي في سارسيل هنا في فرنسا، وكتشوف بأن المركز الثقافي ديالها هو اللي عاونك وعاون بزاف ديال الشباب. غير هو سينابيل المركز الثقافي في فرنسا ماشي هو المركز الثقافي في المغرب، لأن المشكل اللي كنطيحوا فيه ديما هو أننا كنجيبوا تجارب أخرى وكنحاولوا نطبقوها عندنا، والنتيجة كتكون مشهد يقدر يقنع مشاهد غربي اوروبي ولكن ما يقنع شيء بزاف المشاهد المغربي. اش كيبان لك سينابي؟ هذا الفيلم علي صوتك بزاف ديال المغاربه وخصوصا الشباب غادي يلقاو راسهم فيه اللي غايشوفوا هذوك البنات هذوك الاولاد كيغنيوا الغاب اللي هو واحد الفن كبير اليوم في المغرب، والطريقه كيفاش كيوصلوا هذاك الشيء اللي عندهم يقولوا بالغاب بالهيب هوب. بالنسبه ليا بالعكس غادي يشوفوا رسوم في في الفيلم. وغنقول لك شي حاجه، نهار الاول ملي جيت لسيدي مومن كنا في 95 بحال هكاك كنصور افلام وثائقي، ورجعت مع اليزا في 99 ومن بعد ما يا اخي الله شفت بزاف ديال لي سيميلاريتي كيشبه بزاف سارسيل المدينه فين كبرت بزاف ماشي شويه. ما عرفتش واش خبرك ولا لا، ولكن في الناحيه ديال باريس شحال هادي كانوا كاريان، الناس كانوا عايشين في كاريان ومن بعد جاو وبناو الامارات دي تور دي اتش ال ام كيف كنقولوا بالنفس المشكل اللي هو كنحيدوا الكاريان كنبنيوا السكن اللي هي سكن عادي مزيانه نقيه وداك الشيء، ولكن كنساو العلاقه ما بين هذوك الناس اللي هما مواطنين بحالي بحالك ولو ريست ديال المجتمع. وكيخليو هذوك الناس بواحد الاحساس اللي هو مواطنين ديال دوزيام كاتيجوري دوزيام ديفيزيون درجه ثانيه فوالا. وتما داك الشيء اللي كانوا كيعيشوا في فرنسا في لي بونيو واحد الان مازال
علاش؟ لحقاش شي حاجة اللي هي مهمة بزاف الحياة ديال واحد الشاب وفي الماضي ومازال اليوم، هي الثقافة، هي الفنون والثقافة، هي علاقة صحيحة ما 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 معهم، مع الانتيميتي ليستوار بيرسونيل ديالهم ومع المجتمع. قيدنا في هذا المركز ديال الفن، جات لي الهيب هوب مطرسه انت هو بحال بحال ماشي هادشي ولي عيني في القمر دموعي رات قدا وخلوني لولي تسطور الرباكين املي. الكاستينغ فيه شبان اللي عمرهم ما داروا سينما، وهذه ماشي اول مره اللي انت كتشتغل مع ناس ما تكونوش في السينما، علاش انا بيه؟ لا الوغ سي فري هذاك الشيء اللي كتقول، ولكن في نفس الوقت كنخلط زعما في كل فيلم ديالي تقريبا كاينين ممثلين بروفيسيونيل مخالطين مع ممثلين اللي اول مره كيبانوا في الفيلم، وشي واحدين فيهم كيبقاو في الدومين بحال خير الله بحال علي زواب بحال زينيفيك بون فوالا. دونك كاين مواهب في المغرب، وهاد المواهب خص يبان، دونك هذه الطريقه باش يبان هذوك المواهب الجديد ديال لا نوفيل جينيراسيون جيش جديد. وفي نفس الوقت في هذا الفيلم بالضبط دوزت تقريبا شي 4 سنين معهم في المركز، وكنشوفهم في هاد لا كلاس ديال الهيب هوب اللي بنا انس بسبوزي اللي هو البطل ديال الفيلم، اللي هو اللي جا واحد النهار في المركز وقال لنا بغيت نبني هاد لا كلاس ديال الهيب هوب اللي هي تسمى ذا بوزيتيف سكول اوف هيب هوب. بقيت كنشوفهم في لي كونسير، بقيت كنسمعهم وكيحلوا لك كيفتحوا البيبان ديال القلب ديالهم، ماشي باش تقول لهم من بعد شكرا بزاف دابا غنمشي ندير الفيلم مع شي واحدين اخرين، نو كان باغي نمشي او بو ديال هاد لافونتور معاهم بالضبط. وي سون بون عندهم، ماشي غير في الراب ولا الهيب هوب، التمثيل انت غتشوف اي سون بون كيمثلوا واحد ممتاز. انتم نتوما بوحدكم اللي غتعرفوا تهضروا على راسكم. اللي صوتك في المسابقه الرسميه في لا كومبيتيسيون اوفيسيال، والفيلم صور في المغرب ومدعوم في المغرب، واش ما كتشوفش بان الكلام الكثير اللي تبع العرض ديال الزين اللي فيك هنا في فرنسا ساعد في ان علي صوتك الشريط الجديد يدخل للمسابقه الرسميه ديال كان، بمعنى ان المنظمين هنا ديال كان فهموا بان الافلام ديال نبيل عيوش كتخلق النقاش او الجدل، وبالتالي ما كدوزش ان ابيرسو. اش كيبان لك في هذه القراءه هذه؟ انا عاود لك هذاك الشيء اللي قلت لك، زعما بالنسبه ليا لي زورغانيزاتور عرفتي ديال خصوصا واحد المهرجان كبير بحال كان، الا كانوا غادي يمشيو في لي ريزون ديال لا بوليميك ولا اي حاجه اللي خارجه من السينما باش يختاروا شي فيلم في لا كومبيتيسيون، ما غاديش يكون واحد المهرجان كبير بحال هكاك، ما بقاش الناس يجيو باسكو افلام اللي كيديو سكاندال ولا لا بوليميك كاينين 1000 كل عام. وانا في كان اون لافي بريزونتي زينيفيك في لا كومبيتيسيون، ما خداوش، سا لي انتريسي با cinématographiquement. Ils ont dit oui, film zwin bzaf khdaw fi la quinzaine des réalisateurs. Donc voilà, vraiment les choix, l'ikhtiyar dialom, c'est avant tout des choix de cinéma, de propositions cinématographiques, de chno le mokhrij ndo ma yqoul. Voilà, kifash kiqoul. Kantmenna ma ykounch dkhoul film maghribi le mousabaqa rasmiya istitna dial am wahed une exception. من بعد المسابقه الرسميه هنا شنو مازال باغي دير في لا كارير ديالك كمخرج سينابيل؟ شنو اللي مازال ما تحققش وباغي تحققه؟ خليني نشوف كيفاش كتحلم ونحاول نعرف نقلدك. تفضل. عندي بزاف ديال الاحلام اللي هما مازالين سينما في الحياه، هاد هاد الشوفة اللي عندي اللي كنحط العالم اوتور دو موا تبدلات من الطفولة ديالي لدابا، ولكن بقات شي حوايجات اللي هما مازالين. اللي بغيت نقول
اللي هو ملي جيت 99 كانت واحد القصة الحب اللي تبنات في الافلام الاولين ديالي بحال مكتوب مع رشيد ولي بحال حجر زرق الفيلم القصير ديالي. ومن بعد ملي جيت وجلست هنا ما كنتش كنسافر بزاف كندخل في الداخل ديال المغرب كندخل ولكن ماشي بزاف عاوتاني. ودابا هادي على العام ونص اللي دوزنا خديت طوموبيلتي مع مراتي مع ودي ومشينا وسافرنا وتلاقيت مع الناس اللي هما عطاوني بزاف ديال الانسبيراسيون وبحال والو هاد الانسبيراسيون غادي تخرج في الافلام اللي جايين. وي انا نهار السبت كنتسنى ان بري كنتسنى جائزه. وانت يا نبيل صراحه ما بغيتش نفكر فيه باسكو بالنسبه ليا ديجا حنا هنا في هاد لا كومبيتيسيون اللي هي صعيبه بزاف باش نوصلوا للدرجة. ماشي فيلم مغربي اللي تساوي 100% في المغرب بالممثلين المغاربة. دونك ديجا هذه جائزة كبرى. إلا جات شي حاجة محبة، إلا ما جات والو ديجا ربحنا، البلاد رابح. انتوما بوحدكم اللي غتعرفوا تهضروا على راسكم. قولوهم عليو صوتكم. نبيل أيوش، كنهيو هذا اللقاء الخاص، هذا العدد من الاف بي ام هنا في مهرجان كان. وطبعا قبل ما تمشي بالضروره انه نسلمك لاكاسكيت. شكرا بلال. اف بي ام هنا في كان جات معايا، جاتك لاكاسكيت هي هذيك، وكنتمنى لك التوفيق في المهرجان ديال كان. وطبعا الفيلم لما يتعرض من بعد في المغرب غادي يكون عندنا لقاء واحد اخر. نبيل عيوش شكرا لك وبون كوراج في لا مونتي دي مارش، وبالتوفيق في العرض ديال الفيلم في المهرجان ديال كان وفي ما سيتلو مهرجان ديال كان. شكرا نبيل. شكرا لك بلال.